السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أفلا يتفكرون. علم الفلك يختص بحساب سير الشمس والقمر والكواكب وتعيين مواقع النجوم ودراسة أحوالها وتفسير الظواهر الكونية تفسيرا علميا. هذا العلم العظيم عرف قبل آلاف السنين وتطور في مراحل وعصور مختلفة حتى بلغ درجة سامية في عصرنا الحالي. ما نفع هذا العلم؟ وكيف ممكن تكون حياة البشر لو لم يتطور علم الفلك؟ كان العرب الأوائل كغيرهم من الأمم يعتمدون على نظام بدائي لتقدير مرور الوقت استناداً إلى مصدرين مميزين. الأول ظاهرة الغروب الأفولي لمجموعة من النجوم أو الكوكبات النجمية لتحديد بداية مدة زمنية تسمى النوء، تتراوح بين يوم وسبعة أيام. وكانت النجوم ذاتها كما كانوا يعتقدون هي المسؤولة عن المطر، وقد أكسبتهم معرفة هذه الأنواع خبرة التنبؤ بحالة الطقس خلال مدة زمنية معينة. أما المصدر الثاني فهو ظاهرة الشروق الاحتراقي لسلسلة النجوم نفسها أو الكوكبات النجمية على مدد قدرها ستة أشهر لتحديد السنة الشمسية بتثبيت عدد الدورات عن 28 دورة تقريبا. وتدل بعض الآثار الباقية على أن هذا كان أساس التقويم الزمني عند العرب. جاءت الحضارة العربية والإسلامية وكان لها دور بارز في تطور علم الفلك والعلوم الأخرى كعلوم الرياضيات والطبيعة والكيمياء والفيزياء. فمنذ نزول القرآن الكريم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ازداد اهتمام المسلمين بعلم الفلك، فبرع علماءنا في هذا العلم وحسنوا النظريات الفلكية اللي سبقتهم وقدموها بأفضل صورة، منتفعين بذلك بما بينته آيات القرآن الكريم من إشارات واضحة إلى حقائق كونية. وتتجلى مظاهر العناية القرآنية بعلم الفلك في أمور كثيرة، فقد ذكر القرآن الكريم السماء والسماوات 310 مرات والشمس 33 مرة والقمر 27 مرة وكلمتي النجم والنجوم 13 مرة. وركز التنزيل العزيز على ذكر السماء والكون ليبين للعالمين قدرته في هذا الخلق العظيم، فقال الله تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وسميت بعض سور القرآن بأسماء فلكية وظواهر كونية، منها القمر والنجم والشمس والمعارج والتكوير والانفطار البروج والانشقاق. وأمر الله تبارك وتعالى الإنسان بالنظر في الكون والتفكر في بنائه المحكم ومخلوقاته المذهلة والظواهر الكونية التي يراها الناس. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال جل جلاله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم بين الخالق عز وجل الحكمة من خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب الأخرى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآيات الكريمات وغيرها كان لها أبلغ الأثر في نفوس علماء الفلك المسلمين، فأقبلوا عليها بالدراسة والبحث ليقفوا على معانيها وعجائبها وإعجازها العلمي المذهل، فوضعوا له قواعد علمية واضحة، وكان ذلك وليد التجربة العلمية والقياس والاستنباط والحاجة الإسلامية لتحديد اتجاه القبلة ومعرفة أوقات العبادات كالصلاة والصوم والحج.
ومعرفة أيضاً الاتجاهات والزوايا وقياسات الأقوال، حتى أصبحت المساجد لا تخلو من فلكي يقوم بتحديد الوقت بواحدة من الآلات الفلكية اللي ابتكرها المسلمين. اجتهد العلماء العرب والمسلمين في علم الفلك لمعرفة أسرار الكون، فحققوا إنجازات هائلة، وكان لهم الفضل في إنشاء المراصد الفلكية العظيمة في كثير من المدن والمناطق الإسلامية، منها على سبيل المثال دمشق وبغداد والقاهرة، وفي وقت مبكر من النهضة العلمية اللي شهدتها الإنسانية قبل قرون من الزمن، ما أسهم في اكتشاف حقائق علمية جديدة تشهد عليها المخطوطات الموجودة في متاحف أوروبا. من هذه المراصد ذلك اللي بناه الأمويين في دمشق عام 829 هجري ليكون أول مرصد فلكي في الإسلام، وبنى الفاطميون مرصد آخر على جبل المقطم في القاهرة لتسهم تلك المراصد في الوصول إلى حقائق علمية جديدة ساعدت على قياس الدرجة الأرضية لتحديد حجم الأرض ومحيطها. طور المسلمون علم الفلك والنظريات الفلكية اللي وضعها علماء من أمم أخرى، منها نظرية بطليموس ذات الأصول الثابتة والواضحة، لكن العلماء المسلمين تمكنوا من تحسين هذا النظام وتطويره خاصة في مجال دائرة البروج ومتوسط حركة الكواكب السيارة ودراسة الاعتدالين الربيعي والخريفي، وأيضا تقديم دراسات جديدة ودقيقة وافية في هذا المجال معتمدين على الحسابات الرياضية. اهتم المسلمون بأدوات الرصد الأخرى ومنها الاسترلاب الذي استخدم في تعيين حركة النجوم، وأول من طور الاسترلاب من المسلمين إبراهيم الفزاري. وللاسترلاب أنواع كثيرة واستخدامات متعددة، منها تحديد أوقات الصلاة وتعيين اتجاه القبلة، مسح الأراضي كتعيين المواقع واستخراج الارتفاعات وعمق الآبار، وأيضا تعيين ارتفاع الكواكب ومعرفة محيط الكرة الأرضية ودرجات الطول والعرض وحساب الشهور والتواريخ. من أشهر العلماء المسلمين اللي برعوا في هذا المجال نصير الدين الطوسي اللي عاش ما بين القرنين السادس والسابع الهجريين، وكان له شأن كبير في الفلك والرياضيات. أنشأ الطوسي بالتعاون مع علماء مسلمين آخرين مرصد فلكي عظيم في أذربيجان سنة 1259 ميلادية، وتمكن الطوسي أيضا من وضع وصف دقيق جدا لمجرة درب التبانة، فوصفها بأنها مخلوقة من عدد هائل من النجوم الصغيرة المتقاربة، وهذا ما اكتشف بعد 3 قرون عندما استعمل العالم غاليليو المرقاب لاكتشاف المجرة. وأسهم العالم المسلم محمد البيروني في تطوير علم الفلك في القرنين 4 و5 الهجريين، وقد وصف البيروني بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية بسبب إنجازاته وإسهاماته خاصة في علم الفلك، وهو أول من قال إن الأرض تدور حول محورها. ومن أوائل العرب المسلمين اللي برعوا في علم الفلك في القرن 9 الميلادي الإمام الفرغاني، ومن أهم إنجازاته أنه حدد قطر الأرض وأقطار بعض الكواكب وبين أحجامها، وكان لاكتشافاته دور كبير في تطور علم الفلك حتى القرن 15. بفضل تطور علم الفلك في العصر الحديث كشف العلماء في أواخر القرن 20 عن وجود ملايين الكواكب والنجوم وما يسمى الثقوب السوداء لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل في نطاق جاذبيتها من مختلف صور المادة والطاقة، من مثل الغبار الكوني والغازات والأجرام السماوية المختلفة مهما عظمت. وصفت بالسواد لأنها مظلمة تماماً، لأن الضوء لا يستطيع الإفلات من مجال جاذبيتها، فسبحان الذي خلق النجوم وقدر لها مراحل حياتها، وسبحان الذي ساقها إلى مرحلة الثقب الأسود وجعله من أسرار الكون المدهشة، وسبحان الذي وصف تلك النجوم المستترة الغارقة في الظلمة فقال جل شأنه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
معجزة انشقاق القمر كشف عنها علم الفلك الحديث بفضل صور مركبات وكالة الفضاء والطيران الأمريكية في الفضاء الخارجي، وذلك بعد ذكرها في القرآن الكريم قبل أكثر من 14 قرن. وقد كان ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إحدى معجزاته الباهرات. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. واكتشف علماء الفلك أن الكون يتوسع باستمرار، وهذا ما بينه القرآن الكريم في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكانت هذه الآية الكريمة قد نزلت والعالم كله يتحدث عن ثبات الكون وعدم تغيره، وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى منتصف القرن العشرين، حين أثبتت الأرصاد الفلكية حقيقة توسع الكون وتباعد مجراته عنه وعن بعضها بعضا بسرعة هائلة قد تقترب أحيانا من سرعة الضوء. وفي ضوء هذه الحقيقة العلمية، يرى العلماء بأننا إذا عدنا بهذا الاتساع الكوني إلى الوراء مع الزمن، فلا بد أن تلتقي كل صور المادة والطاقة الموجودة في الكون وتجتمع في جرم ابتدائي يتناهى في الصغر إلى ما يقارب الصفر أو العدم، وتنكمش في هذه النقطة أبعاد كل من المكان والزمان حتى تتلاشى في مرحلة الرتق، وأن هذا الجرم الابتدائي انفجر لكثافته وحرارته الشديدتين في ظاهرة يسميها العلماء الانفجار الكوني العظيم، ويسميها القرآن الكريم باسم الفتق. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. في سنة 89 من القرن العشرين أرسل قمر صناعي لوكالة الفضاء الأمريكية ملايين الصور والمعلومات إلى الأرض عن آثار الدخان الأول اللي نتج من الانفجار العظيم للكون من بعد 10 مليارات من السنين الضوئية، وهي حالة دخانية معتمة سادت الكون قبل خلق الأرض والسماوات، أي بعد فتق الرتق، والله وحده الأعلم بخلقه. كغيره من العلوم، يشهد علم الفلك في أيامنا تطورات مذهلة بعد هبوط الإنسان على سطح القمر ووضع المحطات الفضائية الدائمة في الفضاء المحيط بالأرض والمأهولة دائماً برواد الفضاء، وأيضاً إرسال مركبات الفضاء إلى المريخ والكواكب والنجوم الأخرى، فضلاً عن وضع المراصد الفلكية المتطورة على سطح الأرض لاكتشاف مزيد من الحقائق عن هذا الكون الذي أبدعه الخالق العظيم في أحسن صورة، واكتشاف أيضاً إمكان وجود حياة على كواكب أخرى، وتسخير هذه الاكتشافات العلمية لمصلحة البشر والحياة على أرضنا بعد أن سخرها الله عز وجل، فهو القائل سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أمرنا جل جلاله بتطوير علومنا التي تمكننا من سبر أغوار الفضاء واكتشاف مكنوناته لتحسين حياتنا وتعزيز إيماننا بالخالق العظيم القائل في كتابه العزيز: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. دمتم في رعاية الله.